السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة أكلات مغربية. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نتكلم لكم على فوائد زيت شجرة الشاي، لها بزاف ديال الفوائد التجميلية بطبيعة الحال. وفي هذا الفيديو غنهضروا على 5 ديال الفوائد، إلا بغيتوا تعرفوها تابعوا معايا الفيديو إلى الأخير. زيت شجرة الشاي أو ما يعرف بـ Tea Tree Oil هي من الزيوت المقطرة، وفي هذا الفيديو غنتحدثوا على 5 ديال الاستخدامات ديالها و5 ديال الفوائد ديالها. من اول الفوائد هو علاج حب الشباب. كيفاش يمكن لينا نستعملوها لعلاج حب الشباب؟ يمكن لينا ناخذ قطره او قطرتين ونديروها على قطعه قطن وندهنوا بها مكان الحبه ونخليوها ليله كامله ونستمروا مده يومين، وان شاء الله غادي تمشي الحبه ان شاء الله. من الاستعمالات الاخرى، الاستعمال الثاني هو علاج لثه الاسنان وازاله رائحه الفم الكريهه. كيفاش يمكن لينا نستخدموها باش نعالجوا هذا المشكل؟ ملي نبغيو نغسلوا سناننا مره في الاسبوع، ناخذوا فرشاه الاسنان ديالنا ونوضعوا عليها معجون الاسنان، وفوق المعجون نقطروا عليه جوج قطرات ديال هذا الزيت ونحكوا به سناننا عادي كيف ما كنديروا دائما، ومره فقط في الاسبوع حتى نتخلصوا من مشكل اللثه، بحال اللثه اللي كتكون حمراء ومنتفخه وحتى رائحه الفم الكريهه كنتخلصوا منها ان شاء الله. الاستعمال الثالث او الفائده الثالثه هي التخلص من رائحه القدمين الكريهه. كيفاش يمكن لينا نستعملوها للتخلص من رائحه القدمين؟ هي اننا ناخذوا القليل من زيت الزيتون او اي زيت نختاروه ونزيدوا معه جوج ثلاثة القطرات من هذا الزيت ونفركوها مزيان بين يدينا حتى تسخن، وندهنوا بها رجلينا قبل ما نعسو ونلبسوا تقاشر قطنيين ونعسو بها، ان شاء الله غادي نتخلصوا من رائحه القدمين الكريهه. الاستعمال الرابع هو تحفيز الدوره الدمويه في فروه الشعر. كيفاش يمكن لينا نستعملوها؟ ملي نبغيو نديروا حمام زيت للشعر ديالنا، غناخذوا الزيت اللي اختارينا باش نديروا به حمام زيت، وغادي نضيفوا عليه 5 القطرات من هذا الزيت وغادي نخلطوهم مزيان ونعملو حمام زيت. الا ما بغيناش هاد الطريقه هذه، يمكن لينا ناخذ غير هاد الزيت هذا بوحدو جوج قطرات منه ونفركوهم بين رؤوس الاصابع ديالنا ونديرو مساج لفروه الراس قبل النوم. هاد الطريقه هذه كتخلصنا من القشره، وكذلك كتحفز الدوره الدمويه في الشعر، كتساعد على تطويل الشعر بسرعه، كيف ما انها كتخلصنا من الشقيقه كيف ما كنسميوها حنا بالدارجه الشقيقه. بالاستعمال الاخير هو تخفيف عفوا من لدغات البعوض والحشرات. كيفاش يمكن لينا نستعملوها بهاد الطريقه؟ يمكن لينا ناخذ القليل من جيل الالوفيرا. طبعا جيل الالوفيرا معروف حتى هو انه عنده بزاف الفوائد على الشعر والبشره. غناخذ القليل فقط من جيل الالوفيرا ونديره على المكان اللي فيه اللدغه ونزيدو معاه ونضيفوا معاه جوج قطرات ديال هاد الزيت ونفركوا المنطقه مزيان، دير لها مساج حتى يختفي الزيت ويدخل في المسامات، وهكا غادي نقدروا اننا نخففوا من داك الحريق اللي كيكون في البشره ملي كيعضنا البعوض او النمل او اي حشره. ويمكن لنا ايضا نستعملوا هاد الزيت بواحد الطريقه ذكيه جدا باش اننا نتخلصوا من الاوساخ والدهون اللي كتكون متراكمه في البشره، بشره الوجه. غادي ناخذوا الغسول اليومي اللي كنغسلوا به الوجه ديالنا، فاش نديروا في يدنا غادي نضيفوا جوج قطرات من هاد الزيت ونفركوه مزيان حتى يرغوي، ومن بعد نغسلوا به وجهنا ونبقاو نغسلوا بهذا الصابون مده اطول من المعتاد من كنا كنديروا عاده، ونغسلوا وجهنا وغادي نحسوا بواحد الانتعاش. غتحسوا بواحد الانتعاش وواحد الفرق كبير كبير في البشره ديالكم. اللي عنده الحبوب كيعاني من الحبوب غادي يحس بهذوك الحبوب تهدنات شويه ما كتحرقش، وحتى الاوساخ اللي كتكون متراكمه في مسامات الوجه كيساعدنا هذا الزيت اننا نتخلصوا منها وكينقي البشره بشكل فعال جدا.